بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالمحاضرة رقم 3 في مادة الدوائر الكهربائية، وهي عبارة عن بعض الأمثلة. نأخذ المثال رقم 3: Found the voltage across the 200 أمبير and 200 ohms resistance in the circuit showing in the figure. يبي الفولت عند المقاومة 200. بداية الحل solution قال لي نطبق KVL بنفس الاتجاه. قلنا ناخذ شنو الإشارات إذا دوران ال KVL اللي هو مجموع الجهود لأي دائرة كهربائية مغلقة يساوي كم؟ يساوي صفر. يعني بالنسبة للدائرة هذه لو جينا خذينا بدينا من المقاومة 100، التيار في نفس الاتجاه يبدأ اتجاهها موجب، يبدأ 100 في I، التيار اللي ماشي هنا هو نفسه ماشي هنا ماشي هنا، زائد 40، نبدأ بالإشارة اللي نبدأ بها هنا، إشارة موجبة 40، زائد برضو هنا، زائد I في 200، وهنا لاحظ إن البداية بالناقص يبدأ ناقص 10 يساوي كم؟ يساوي صفر. هاي نشوفهم هنا المعادلة مع بعضنا بس. أيوة اللي هي 100 I زائد 40 زائد 200 I ناقص 10 يساوي صفر، ومنها عندي مجهول واحد اللي هو I يطلع معي ناقص 0.1، ومنها V2 تساوي 200 في I اللي هي 200 في ناقص 0.1 تعطيني ناقص 20 فولت. المثال رقم 4 قال لي found the current following during the الموصلية 15 اللي هي 15 سيمنز كوندكتانس هاي الموصلية in the circuit showing in the figure 1-4. يعني ملخص يبي الكرنت المار وين في الموصلية 15، يبي I هنا عند الموصلية 15. الحل قال لي نطبق KCL عند نود A اللي هي النود هذه سماها A، ونطبق شنو قانون كرشوف للتيار اللي هي عبارة عن مجموع الجهود الداخلة زائد مجموع الجهود الخارجة يساوي كم؟ يساوي صفر. إذا I خارج منها بالموجب، و I2 برضو خارج، و 30 ملي أمبير برضو زايد خارج، يبدأ الداخل إليها اللي هو بالسالب اللي هو 120 ملي أمبير ناقص. يبدأ عندي أنا عن نقطة A يوجد أربع تيارات، هذا داخل، هذا خارج، هذا خارج، هذا خارج. الخارج بالموجب، والداخل شنو بالسالب اللي هي تقعد عندي I1 زايد I2 زايد 30 ملي أمبير ناقص 120 ملي أمبير يساوي صفر. يبدأ هنا عندي معادلة فيها مجهولين I1 وI2 تساوي كم؟ تساوي 90 ملي أمبير بعد نقل الطرف هذه بالموجب الطرف الآخر 120 وهذه بالسالب 120 ناقص 30 تساوي كم؟ تساوي 90. يبدأ نجي هنا نطبق KVL على اللوب المبين بالشكل هنا in the independent included loop اللي هو تساوي 1/15 في I 1 اللي هي هذه عبارة عن عطارية موصلية نقلبها تقعد مقاومة 1/15 ناقص برضو هذه موصلية 1/30 في I 2 لأن المضاد ليا بالاتجاه، أنا بالموجب تعتبر لما I 1 معايا بالاتجاه يساوي كم؟ يساوي صفر، ومنها بعد الاختصارات يبدأ 2I1 ناقص 2I2 يساوي صفر. وبعد حل المعادلة 1 مع المعادلة 2 نحصل على I1 تساوي كم؟ تساوي 30 ملي أمبير. إذا مطلوب من الطلبة أن احنا يحلوا التمرين الأول والثاني، وأعطيناهم الحل النموذجي في الملف الموجود عندكم اللي هو حل التمارين الموجودة في هذا الشابتر اللي هو المثال الأول والمثال الثاني فقط اللي هو 1-9-1 و1-9-2، وحاول فينا طالب الحل النموذجي موجود عندك في ملف حل التمارين. نشكركم لحسن الاستماع ونلتقي المحاضرة القادمة.